هيكون معانا على الهاتف دكتور احمد فؤاد استاذ العبري جامعه اسكندريه. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا بقولك. اهلا وسهلا، برحب بحضرتك معانا. وخليني اسال حضرتك على ايه اهم البنود اللي ممكن تطرح غدا؟ يعني بعتها لحضرتك والمشاهدين، يعني المفاوضات تتعلق ببنود عديده، لذلك يعني تتسم بالتعقيد شيئا ما، وهذا هو دور المفاوض الفلسطيني وايضا الراعي المصري بصفته لدي خبره تراكميه في مواجهه الاحتلال. فحاليا الامور التي يعني محل خلاف، لكن الفجوات بين مواقف الجانبين بدات تقترب من الاختفاء تدريجيا. عوده السكان الى شمال غزه، عوده الفلسطينيين الى منازلهم في شمال غزه. الجانب الإسرائيلي يعني أقر بهذا الشرط، وافق على هذا المطلب، لكن التفاصيل، هل يسمح للرجال بالعودة؟ هل يسمح بلا قيد في السن أي عودة الشباب أيضا؟ هذا أمر محل خلاف حتى هذه اللحظة. الأمر الثاني طبعا هو الوضع في القدس، ملا المتطرفين من اقتحامات. انا محتاجه بس الصوت يعلى اكتر يا دكتور، اتفضل. بقول لحضرتك غير العوده الى شمال غزه وحديث عن طبيعه هذه العوده، وهل هناك شروط ام لا لها تفصيليه، يعني في الوضع في القدس وملا التصعيد في القدس وملا اقتحامات جديده للحرم القدسي واستفزازات المستوطنين. طبعا هذه امور العنصرين الاخرين وعدد وطبيعه المفرج عنهم من الجانب الاسرائيلي مقابل 40 من المحتجزين والاسرى داخل القطاع. يعني بشكل عام يعني الجانب المقاوم يطلب في مقابل 40 حد ادنى تنظيميه. اعتقد ان اسرائيل يعني ليس لديها مانع حتى 700، فبالتالي المواقف في العدد متقاربه ويمكن الوصول لحلول وسط. المشكله الاساسيه في هذا البند هو طبيعه المفرج عنهم من السجون الاسرائيليه، اي عدد من لديهم مؤبدات، وهل سيظلون في الاراضي الفلسطينيه في الضفه في غزه ام سيتم نقلهم جميعا الى توقعات حضرتك بنجاح هذه المفاوضات، ويمكن بعد قرار مجلس الامن بوقف اطلاق النار، هل ممكن يكون في يعني ناحيه اقوى للفلسطينيين في المفاوضات هذه المره؟ يعني اعتقد بعد قرار مجلس الامن هناك تفاؤل، موجب التفاؤل هذا القرار دعم طبعا المفاوض الفلسطيني، واعتقد ان كلا الجانبين يعاني من الاجهاد والانهاك، وخاصه الجانب الاسرائيلي فشل في تحقيق اهداف هذه العمليه مع استمرار خسائره ومع استمرار الرشقات الصاروخيه. ضغط كان في مظاهرات النهارده عندهم، يعني كان في مظاهرات عنصر مؤثر طبعا، المظاهرات التي تقطع الطرق خاصة مع اندلاع نوع آخر من المظاهرات تتعلق بتجنيد الحرجين، بمعنى أن هناك قطاع من السكان حوالي 15% يرفض التجنيد ويرفض المشاركة في تحمل العبء في وقت الحرب، فهذا أمر يثير غضب الأغلبية التي تخدم، وفي نفس الوقت التلويح بمراجعة القوانين في هذا المجال أو حتى التضييق الاقتصادي فقط على من لا يخدم يستفز الحرجين ويجعلهم يقطعون الطرق ويصعدون ويهددون. خليني أسأل حضرتك السؤال اللي هو مشاركني طول حلقة اليوم، أيام وتنتهي الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتبدأ ولايته الجديدة إن شاء الله، حضرتك تصف لنا الولاية الحالية بإيه فن؟ يعني طبعا ولاية فيها تحديات وفيها فرص. رئيس يعني عبد الفتاح السيسي اتسم عهده دوما بتحديات داخليه وخارجيه. صحيح. يعني بميراث ثقيل من فترات سابقه، مشاكل
متراكمة، ضغوط، محاولات لابتزاز مصر، محاولة فرض رؤى معينة على الشعب المصري من قوى أجنبية وقوى متطرفة. يعني في وسط هذه التعقيدات يعني بنجد أن الرئيس يجيد إدارة الأزمات، يجيد تخطي الأزمات بحنكة يعني. فده نتمنى هو يتبلور ومزيد يعني من النجاحات في المشروعات القومية، في الخدمات للمواطن، في تحسين مستوى المعيشة. أعتقد يعني أن التحدي الأكبر لجم الأسعار التي يعني تتذول في مواجهة المواطن بتأثيرات التحركات الدولية والأزمات الدولية متمثلة في الكورونا، ثم الحرب في روسيا، حاليا الحرب في الشرق الأوسط. تعلمين حضرتك أن باب المندب يعني في مشكلات كبرى، في محاولة للتشويش على حركة الملاحة، ده أثر على خلق سويس. في مواجهة كل هذه الأزمات اعتقد يعني هو هيحمل ايضا بعض الملفات للاسف معاه للولايه الجديده من هذه الملفات الشائكه. بشكرك. ان شاء الله بالتعاون مع الشعب وارادته في الا يعني ينكسر، وارادته في الصمود ووعيه، سنجتاز هذه الازمات ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور احمد فؤاد، استاذ العبري جامعه اسكندريه.